افرحي أورشليم، كل شيء قد تجدد وانتهى الشأن القديم. لا أشجان لا أوجاع لا دموع لا أحزان، فهو حي بين شعبي في الإنجيل والقربان. تم قول الأنبياء، كنا من قبل أمواتا فصرنا أحياء، قمنا معه نبقى معه، ملكه دون انقضاء، فيه سوف نحيا دوما لن يطال. شعب الله رنم واهتف، إن ربنا عظيم، شوكة الموت أبدا داس قوات الجحيم، كان ميتا صار حيا وهو محيينا الفريد، هيا نفرح ونهلل يا ربنا يسوع. قام داس الموت بالصليب، زال سلطان الظلام، ابن الله رب الكون حي أبد الدهور، إن نوره لن يغرب فاستني مساء الخير للجميع. أهلا وسهلا فيكم في هذا المساء المبارك اللي كلياتنا بنجتمع فيه في نهاية هذا العام الدراسي في بيت الرب. بلشنا هاي السنة في بيت الرب بقداس بداية السنة، واليوم عم ننهيها أيضا في بيت الرب حتى نحط البداية والنهاية بين يدين الله تعالى، ونحط طلابنا وأبنائنا أبناء التوجيه بين يدين الله تعالى. سألنا الله أن يمنحهم نعمة الحكمة والتعقل والفهم، ويكون معهم في الامتحانات القادمة اللي عم بتحدد مصيرهم في الحياة العلمية. مع بعضنا البعض نبدأ هذه الذبيحة. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا ومع روحك أيضا. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، في بداية هذه الذبيحة لنذكر خطايانا ونندم عليها لكي نكون أهل للاحتفال بهذه الأسرار المقدسة.
أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى ربي إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغ بنا الحياة الأبدية. آمين. اللهم يا من فديتنا وتبنيتنا، كن بمن أحببت رؤوفا فننال في المسيح الحرية الحق والميراث الأبدي بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدوس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى، قراءة من أعمال الرسل. في تلك الأيام لما وصل شاول إلى أورشليم حاول أن ينضم إلى التلاميذ، فكانوا كلهم يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ، ف
فسار به برنابا إلى الرسل وروى لهم كيف رأى الرب في الطريق وكلمه الرب، وكيف تكلم بجرأة باسم يسوع في دمشق، وكان يذهب ويجيء معهم في أورشليم يتكلم بجرأة باسم الرب، وكان يخاطب اليهود الهيلينيين أيضا ويجادلهم، فحاولوا أن يختالوه، فشعر الإخوة بذلك فمضوا به إلى قيصرية، ثم رحلوه من هناك إلى طرطوس. وكانت الكنيسة تنعم بالسلام في جميع اليهودية والجليل والسامرة، وكانت تنشأ وتسير على مخافة الرب وتنمو بتأييد الروح القدس. كلام الرب. شكرا لله. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي. أمام خائفيك سأوفي بالنذور، يأكل البائسون ويشبعون، ويسبح الرب من إياه يطلبون، عاشت قلوبهم إلى أبد الآبدين. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي. إن سكان أقاصي الأرض كافة يتفكرون وإلى الرب يرجعون، وأمامه قبائل الأمم كلها تسجد، له يسجد الراقدون في الأرض رمادا. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي. ونفسي له تحيا وذريتي إياه تعبد، سيحدثون الجيل الآتي عن الرب ويخبرون بكرمه تعالى الشعب الذي سيولد، ويقولون هذا صنيع المولى. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى. يا بني، لا تكن محبتنا بالكلام أو باللسان، بل بالعمل والحق، بذلك نعرف أننا من الحق ونسكن قلبنا لديه، فإذا وبخنا قلبنا فإن الله أكبر من قلبنا وهو بكل شيء عليم. أيها الأحباء، إذا كان قلبنا لا يوبخنا فنحن مطمئنون لدى الله، ومهما نسأله ننل منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل بما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح، وأن يحب بعضنا بعضا كما أوصانا، فمن حفظ وصاياه أقام في الله وأقام الله فيه. وإنما نعلم أنه مقيم فينا من الروح الذي وهبه لنا. كلام الرب. الشكر لله. هاليلويا هاليلو هاليلويا 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 هاليلو هاليلويا هاليلويا هاليلويا.
شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. أمنت لك يا رب. في ذلك الزمان وقبل أن ينتقل يسوع من هذا العالم إلى أبيه، قال لتلاميذه: أنا الكرمة الحق وأبي هو الكرام، كل غصن في لا يثمر يفصله، وكل غصن يثمر يقضبه ليكثر ثمره. أنتم الآن أطهار بفضل الكلام الذي قلته لكم، أثبتوا فيا كما أثبت فيكم. وكما أن الغصن إن لم يثبت في الكرمة لا يستطيع أن يثمر من نفسه، فكذلك أنتم لا تستطيعون أن تثمروا إن لم تثبتوا فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، فمن ثبت فيا وثبت فيه فذاك الذي يثمر كثيرا، لأنكم بمعزل عني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. من لا يثبت فيا يلقى كالغصن في الخارج فييبس، فيجمعون الأغصان ويلقونها في النار فتشتعل. إذا ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم فاسألوا ما شئتم يكن لكم. ألا إن ما يمجد به أبي أن تثمروا ثمرا كثيرا وتكونوا تلاميذي. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. قدس الأب وسام، مدير عام مدارس بطركية اللاتينية في الأردن، الأخوة الكهنة والشمامسة، الأخوات الراهبات، مدراء الكرام، طلابنا الأعزاء والمؤمنين الأحباء، تحية السلام ونعمة للجميع وأهلا وسهلا فيكم. اليوم مناسبة جدا حلوة ولطيفة إنه عم نقدم بهاي الكنيسة أمام هيكل الله 77 طالب وطالبة من طلاب مدرسة البطركية في المصدار، كثمرة 12 سنة من المسيرة المتواصلة والدؤوبة في مدارسنا حتى يثمروا ثمرا كثيرا. اليوم الإنجيل مصادف ولطيف جدا حتى يوصل لنا رسالة لطلابنا ولإلنا كمان لمستقبل حياتنا ولا مصدر كل حياتنا المسيحية. الله يحبنا والله يعتني بنا. هاي نخليها حلقة بداننا. الأسبوع الماضي قرأنا عن الراعي الصالح واحتفلنا بالراعي الصالح، الراعي الذي يرعانا. واليوم يسوع المسيح عم بعطينا مثال آخر لرعاية الله لإلنا من خلال مثل الكرم والأغصان. قديش الله يحبنا بحكينا الذي يثبت فيه فذاك الذي يثمر ثمرا كثيرا. شو وظيفة الكرمة وشو وظيفة الغصن؟ الكرمة هي اللي بتعطي العصارة والغذاء للغصن، والغصن عليه إشي واحد فقط لا غير، إنه يثمر، يستغل هاي العصارة اللي تعطى باستمرار ومن دون توقف للغصن وبس حتى يثمر. وهنا محبة الله لإلنا، الله يحبنا ويعتني بنا، بعطينا كل النعم اللي احنا بحاجة لإلها، ولكن الشطارة فينا احنا اليوم أن نثمر هاي الثمار التي تدل على أنه احنا بوحدة واحدة مع الله تعالى
وإحنا عم نرد المحبة لله تعالى. أي إنسان في لحظة من اللحظات بيبتعد عن الله، هذا الإنسان ينشف ويموت زي فيروس كورونا، لا نشف ولا مات، بس إحنا بنبعد عن المسيح ننشف ونموت بكل بساطة. عشنا 12 سنة من حياتنا في مدارس فيها معلمين بحبونا، فيها معلمين عم بيصوبونا، وفيها معلمين عم بيهتموا بحياتنا الأخلاقية. يعني عشنا 12 سنة في بيئة محمية وفي بيئة عم تعتني فينا، كلياتها أيام قليلة ورح نطلع من هاي البيئة، رح نطلع لبيئة جديدة، رح نطلع لبيئة ممكن ما نلاقي فيها هالمعلم ولا نلاقي فيها الصديق ولا نلاقي فيها الراهبة ولا الخوري اللي عم بيحكينا اللي عم تعمله هو صح أو غلط. رح نطلع لبرا والمجهود كلياته علينا إحنا حتى نواجه الحياة اللي محطوطة أمامنا. وإذا ما كنا مبنيين على أساس قوي، وإذا ما كنا مبنيين وثابتين في يسوع المسيح الكرمة، إحنا راح نلاقي حالنا عم ننشف وعم نموت. ننشف أخلاقياً ومننشف روحياً، ومنلاقي حالنا إنه إحنا بصرنا نمشي في تيار وفي طريق عمري ما تخيلت حالي إني عم بمشي فيه. لا تتخيلوا إنه المجتمع برا هو زي مجتمع المدرسة، أبداً مختلف. ولما يسوع بيحكي لنا أنا أرسلكم كالحملان بين الذئاب، هاي واحدة من اللحظات اللي فيها منعيش حياتنا كحملان عايشين في بيئة نظيفة، في بيئة طيبة، أصدقاء بيحبونا، لأشخاص برا إحنا ما بنعرف عنهم أي إشي، وممكن هدفهم الوحيد هو شو ممكن يأخذوا منا وكيف ممكن يستنزفونا بحياتنا. برا رح نطلع ورح يكون كل واحد مسؤول عن حاله. وفي آية من الكتاب المقدس رسالة القديس بولس بيحكي لنا كل شيء مباح ولكن ليس كل شيء مفيد. برا الحياة مفتوحة أمامنا، كل شيء مباح أمامي. رح تقعد برا في الجامعة وفي مجتمعك أكثر مما رح تقعد في البيت. أصحابك وأصحابك وأصحابك رح يعرفوا عنكم أكثر مما بيعرفوا عنكم أهليكم. ممكن نعيش بحياة فعلياً إحنا ما تعودنا عليها، نحاول نجرب أشياء جديدة بحياتنا، نحاول نختبرها بكل بساطة، بتنعرض علينا على طبق من ذهب. ولكن خليني نتذكر كل شيء مباح وليس كل شيء مفيد، مش كل شيء جيد لإلي. والشطارة فيي كيف أنا أقدر أختار بين الشيء الجيد الصالح والطالح بحياتي. وهذا الشيء ما بيصير أبداً إلا إذا ضليت ملتصق بيسوع المسيح وعم بقوي حياتي الروحية حتى يضل في عندي صوت جواتي. القراءة الثانية بتحكي لنا إذا القلب ما عم بيوبخني معناته نحن مطمئنون عند الله، ولكن كمان ممكن قلبي مش عم بيوبخني لأنه مات، لأنه بعد عن الله لدرجة أنه نشف وبطل قادر يحس بصوت الله ولا يسمع صوت الله بحياته. فوجودنا مع يسوع المسيح ووجودنا في حضن الكنيسة، وجود كتاب مقدس، وجود كاهن عم بوعد عراسنا، هذا هو صوت الله اللي عم بيخليني أقوم حالي. الغصن الذي ينشف يقضب، تقليم، حتى أشيل الإشي الطالح مني حتى أقدر أعطي أكثر، ولكن ما رح أقدر أعرف شو هو الصح والغلط بحياتي إذا أنا كنت بعيد عن يسوع المسيح. وبحياتنا مطلوب منا أن نعطي. ما طلعنا من المدرسة ولا طلعنا من عائلاتنا ولا أهلنا ودونا على الجامعات حتى نصير أشخاص أسوأ، وإنما حتى نعطي ثمر ونثمر 30 و60 و100 بحياتنا. وهذا الشيء مطلوب منا. وكل واحد فينا في عنده جوا قلبه خير،
والله لما حطنا في هذا المجتمع وفي هذا المكان أراد ويريد منا أن نعطي الخير ومش الشر بحياتنا. الإناء ينضح بما فيه، فإذا كان الله هو اللي جوا قلوبنا معناته رح نعطي ما هو صالح وطيب، ولكن إذا بعدنا عن الله أكيد في إشي تاني رح يكون جوا قلبنا، أكيد الأنا تبعتنا رح تكبر، الشر تبعنا رح يكبر، ورح نصير نعطي أشياء إحنا ما بنعرفهاش عن حالنا. من أن ننتبه برا بأنه الشر الذي لا أريد إياه أفعل، والخير الذي أريد لا أفعل. رح يكون في عنا صراع برا، ما رح تكون الحياة سهلة، ولكن صدقوني الذي هو في المسيح يستطيع كل شيء، ومن دون المسيح لا نستطيع شيء. كلياتنا طلعنا من عائلات طيبة، طلعنا من كنيسة اهتمت فينا، طلعنا من مدارس أعطتنا ما هو صالح، خلينا نثمر ما هو صالح، خلينا بالفعل نثبت في كياننا، نثبت في أصلنا المسيح الطيب ونعطي ما هو طيب. أرسلكم كالحملان بين الذئاب، ولكن تأكدوا بأنه هذا الحمل يسوع المسيح هو راعي، يسوع المسيح هو الذي برافقه. إخوتي الأحباء، باسم الكهنة وباسمي وباسم جميع الحضور اليوم نصلي من أجلكم، نصلي حتى ربنا يعطيكم أولاً القوة والنعمة والفهم والحكمة حتى تجتازوا الامتحانات المقبلة عليكم بنجاح، ومن ثم ربنا يعطيكم شجاعة حتى تقدروا تشهدوا لإيمانكم الشهادة الصح، الشهادة الأصيلة، الشهادة التي تليق بكوننا مسيحيين. آمين. لنقف إخوتي جميعاً نعلن إيماننا بصوت واحد قائلين: نؤمن بإله واحد، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، ورب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن بشر، ومن أجله خلاصنا نزل من السماء، وتجسد بقوة الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس وبنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، فبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. تفضل جلوس.
اقبل تقديمتنا، بارك جمعنا، نطلب رضاك من أعماق القلب. هذا القربان صنع أيدينا، فاجعله زادا للسائرين. هذا القربان صنع أيدينا، فاجعله صلوا أيها الإخوة والأخوات لله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل رب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. اللهم الذي أشركتنا في اللاهوت الواحد المتعالي بما في هذه الذبيحة من تبادل عجيب بين ضعفنا ورحمتك، أعطنا نحن الذين وقفنا على حقيقة سرك السامي أن نشهد له بقداسة سيرتنا بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومعك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نسبحك يا رب في كل زمان وأن نمجدك تمجيدا أعظم في هذه الأيام وقد ذبح فصحنا المسيح. إنه إذ قدم جسده على صليب الجلجلة أتم كل ما كانت إليه ترمز جميع الذبائح القديمة، وعندما جاد بنفسه ضحية في سبيل خلاصنا كان هو الكاهن والمذبح وكان حمل المحرقة. لذلك عمت الأفراح الفصحية واستبشر العالم في كل مسكونة، والقوات العلوية وجوقات الملائكة يواصلون التسبيح بنشيد المجد هاتفين. قدوسا 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 أنت الرب القوي. العظيم
لك المجد والحمد أيها الآب القدوس، يا من تعنى بأمرنا دوما طوال مسيرتنا الأرضية، وبخاصة في هذه الساعة حيث يجمعنا المسيح ابنك لعشائه المقدس. وكما كان شأنه يوم الفصح مع التلميذين في عماوس، فكذلك ها هو الآن يشرح لنا الكتب ويكسر الخبز. نسألك إذن أيها الآب القادر على كل شيء، فأرسل روحك القدوس على هذا الخبز وهذه الخمر كي يحضر المسيح بيننا بجسده ودمه. فإنه عشية آلامه المقدسة جلس وتلاميذه للعشاء، وأخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك أيها الآب فيما نحيي ذكرى مصالحتنا نعلن عمل حبك العظيم، فبالآلام والصليب أدخلت المسيح ابنك مجد القيامة وأجلسته عن يمينك ملكا لا يموت للدهور وربا للعالمين. فانظر أيها الآب القدوس إلى هذا القربان، إنه المسيح الذي يهب لنا ذاته بجسده ودمه، والذي بذبيحته يفتح لنا السبيل إليك. اللهم أبا المراحم أعطنا روح المحبة روح ابنك. ضم شمل جميع الذين تدعوهم إلى مائدتك مع البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا والكهنة والشمامسة والشعب المسيحي كله والحاضرين معنا وجميع من طلب صلواتنا. اجعلنا نشع على العالم فرحا وثقة ونسير في الإيمان والرجاء. اذكر أيضا يا رب إخوتنا الذين ماتوا في سلام المسيح وجميع المتوفين الذين أنت وحدك بإيمانهم عليم. أنعم عليهم برؤية نور وجهك البهي وبملء الحياة في القيامة. وفي ختام مسيرتنا هذه يسر لنا أن نلقاك في الدار الأبدية حيث أنت تنتظرنا. وأخيرا مع البتول مريم القديسة وخطيبها يوسف العفيف والرسل والشهداء وسائر القديسين نقدم لاسمك الحمد والتسبيح في المسيح ابنك ربنا. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب
الآب القدير في وحدة الروح القدوس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. والآن أيها الإخوة والأخوات الأحباء، لنرفع أيدينا مصلين الصلاة الربية، طالبين من يسوع المسيح أن يقينا كل مكروه ويجعلنا أهلا لملكوته السماوي، ونصلي مرنمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء برحمتك، واحفظنا من الخطية، لنامنا كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. بمحبة تبادلوا سلام المسيح بالانحناء. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا هوذا حمل الله، هوذا الحامل خطايا العالم، طوبى لمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. ربنا المعبود خالق العباد بالخبز يجود ف.
فيصير زاد، بالخبز يجود فيصير زاد. سلام إكرام من كل إنسان، سلام إكرام لسر القربى. ذا خبز الحياة، ذا قوت الأرواح، في كل الأوقات أكرمه يا صاح، في كل الأوقات أكرمه يا صاح. سلام إكرام من كل إنسان، سلام إكرام هذا هو الفادي حمال الوديع، صوته ينادي ويدعو الجميع، صوته ينادي ويدعو الجميع. سلام إكرام من كل إنسان، سلام مالك الرفيع. هل عني تغيب يا كنز البديع، مني كن قريب، يا كنز البديع مني كن قريب. سلام إكرام من كل إنسان، سلام يا أيها الهادي. إنني أريد أعطيك فؤادي، فالحب شديد، أعطيك فؤادي فالحب شديد. سلام إكرام من كل إنسان، سلام لسر القربان. لك التسبيح والشكر، لك المجد يا لك التسبيح والشكر في كل زمان وكل مكان. أجناد العلاء تجدو بالثناء، قوات السماء تذيع الشان. ها هو عندنا باختفاء، فلنسجد له بإيمان. تعالى الله كيف ظهر لنا بصلاح يفوق العقول. تنعمه بيننا يا
الشعر سر بالمقام ما بين الأنام عن فرط الهيام الجليل في الغداة أسمعني صوت محبتك واغمرني برحمتك لأني عليك جعلت اتكالي عرفني أي طريق أسلك لأنني فيك وضعت رجائي نجني يا رب كلما التجأت إليك وقت المصائب والضيقات علمني أن أعمل بإرادتك وكن راضيا عني لأنك أنت إلهي بروحك القدوس اهدني طريق الخير وساندني لأعمله دون كلل أو ملل قوني يا رب لأخدمك أيام حياتي كلها أنر فكري طهر قوتي نقي عملي لأخدمك وأرفع الحمد لإسمك دائما وأبدا أتضرع إليك كي ترشدني جميع أيام حياتي آملا في نعمتك وامنحني أن أنعم بسلامك الدائم آمين لأنه به تفرح قلوبنا لأننا على اسمه القدوس اتكلنا قدس الأب وسام منصور مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن أشكرك على حضورك أبونا رغم التزاماتك قدس الأب مروان حسان راعي كنيسة يسوع الملك المصدار الكهنة والشمامسة الأفاضل مدراء مدارس اللاتين المحترمين أولياء أمور طلبتنا الضيوف الكرام إننا إذ نحتفل اليوم بأخذ بركة الرب في هذا القداس الاحتفالي لكوكبة من خريجي وخريجات الثانوية العامة من هذا الصرح التربوي العلمي الأعرق والأقدم في بلدنا الحبيب نزف من خلاله لهذا الوطن نشامة ونشميات تسلحوا بالعلم والمعرفة وعاهدوا الله على خدمة هذا البلد نرى في عيونهم صفحة جديدة لعطاء مدارسنا مدارس البطريركية اللاتينية في تخريج أفواجاً كل عام من كافة ربوع الوطن حيث تتربع أسماء طلبة مدارسنا على أمجاد مدارس وكليات ومعاهد علمية وأدبية أسماء شاركت في بناء الأردن الأغلى يفاخرون بأنهم أبناء البطريركية وأبناء المصدار ولقد كان حرصنا في الكلية البطريركية الوطنية المصدار
كان حرصنا عظيما ونحن نفهم تطلعات وطموحات الوطن من خلال توجيهات قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، حيث عرفنا الرؤية الشمولية غاية والنظرة الإنسانية رسالة، وفهمنا أن لغة العصر هي توظيف التكنولوجيا في أفضل صورها لتكون أداة لمواجهة الأزمات وأداة للتقدم والنهوض. الأهل الكرام، قد تضيق كلمات التهنئة عن التعبير عن فرحتنا بهذا القداس الاحتفالي بهذا اليوم، ونحن نرى بعيونكم دمعة فرح عندما ترتجف على شفاهنا كلمات التبريك. نشكركم لأنكم لم تبخلوا على أبنائكم بوقتكم وجهدكم وسهركم. نشكركم لأنكم تواصلتم معنا لما فيه خير لأبنائكم، آملين أن تروا بعيونكم تفوق أبنائنا، فلكم منا ألف تحية. المعلمات والمعلمين الأفاضل، يقول الرب في الكتاب المقدس: العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغنى. وقد اجتهدتم وعملتم في ظروف استثنائية، وأثبتتم كما دائماً بأنكم أهل لتحمل المسؤولية، فأنتم ركيزة مسيرتنا وشركاء نجاحنا. استطعنا معكم أن نتخطى الصعاب لتكون المصدار في طليعة المدارس التي قدمت وتابعت في هذه الظروف، فهنيئاً لنا بكم على ما أنجزتموه من النجاح والتميز. قدس الأب مروان حسان، راعي قداسنا اليوم وراعي مدرستنا كل يوم، تقف الكلمات عاجزة عن الشكر لما قدمت من دعم لمدرسة المصدار على المستوى المادي والمعنوي والمستوى النفسي والروحي. لك منا كل الاحترام والتقدير. وأخيراً، أبنائي وبناتي الطلبة، تذكروا دائماً بأن لكم في هذا المكان من عاهدتموهم على الوفاء والانتماء. وفقكم الله في جميع مراحل حياتكم وسدد على طريق الخير خطاكم. لن ننسى كل من شاركنا ودعمنا في هذا القداس، ونخص بالذكر كشافة البطريركية اللاتينية المصدار، جوقة قيثارة الروح، وخدام الهيكل، وشكر خاص لقناة نور سات الفضائية لتغطيتها هذا القداس. والسلام لكم دائما. قدس الأب وسام منصور، مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن. كاهن رعيتنا قدس الأب مروان، مديرنا العزيز الأستاذ فادي الشعيني، أعضاء الهيئة الإدارية ومعلماتي ومعلمي الأفاضل، الأهالي والضيوف الكرام، إنه لمن دواعي سروري وابتهاجي أن أقف أمامكم في مثل هذا اليوم الجميل بوجودكم، بابتساماتكم وبعطائكم. ها نحن على أبواب وداع أعوام دراسية جميلة،
قضيناها بين جنبات مدرستنا التي أحببناها كثيراً، ففيها نشأنا وترعرعنا، ومن على مقاعدها نهلنا من العلوم والمعارف، ومن نوافذك مدرستي أطلت هاماتنا شامخة عزيزة. يقولون مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وقد نسي أولئك أن مشوار الألف ميل ينتهي بخطوة أيضا. ما أصعب تلك الخطوة، فالمرء يقف عاجزا عن تحريك قدميه، إنها لحظة الوداع. نعم، إنها لحظة الوداع، نقف مستذكرين فترة زمنية من حياتنا عشناها، وها نحن الآن نحصد ثمارها على أحسن وجه، محملين بذكريات ستبقى محفورة في قلوبنا. لقد كنا في هذه المدرسة أسرة واحدة، نعمل من أجل رفعة العلم والمعرفة ما حيينا، حيث عشنا مع أساتذة أكاديميين كرام يتغنون بالمبادئ والقيم، ربونا على حب الوطن والانتماء له والولاء لقيادته. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى كاهن رعيتنا المحبوب قدس الآب مروان، لأنه علمنا كيف نتلقى عظمة سر المسيح في حياتنا وفي صلواتنا، ونقتدي به ونتشوق إلى عظاته في حياتنا اليومية. ولا أنسى أباً غالياً على قلوبنا جميعاً، رافقنا طوال دربنا في بيتنا الثاني، مدرستنا الحبيبة. إنه مديرنا الحبيب الأستاذ فادي الشعيني، الذي لا نملك إزاءه إلا الانحناء إكباراً واحتراماً. وفي الختام أستودعك الله يا مدرستي الحبيبة، فالأماني بك كبرت وفي رحابك تحققت، ولن أنسى كل لحظة عشتها في جنباتك. أودعكم جميعاً وقلبي يخفق بحبكم، ولكم ألف تحية وسلام. لنصلي. بادر إلى إغاثة شعبك أيها الآب الرؤوف، واعبر بمن غذيتهم بأسرارك السماوية من حياة الإنسان القديم إلى ملء الحياة الجديدة بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومعك أيضا. إحن رؤوسكم للبركة. ليبارككم الرب ويحرسكم، ليضيب وجهه عليكم ويرحمكم، ليرفع وجهه نحوكم ويمنحكم السلام. وبشفاعة أمنا مريم العذراء كرسي الحكمة، فليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. الشكر لله.